ايه في استخيل بقى سمكه طلعت بقى وسط يعني هي بعيده خالص عن الشاطئ ومفيش اي حاجه حوالين منها، وسمكه لسه يعني فسفوس قد الشعره طلعت كده في ميه عميقه جدا. تبدا بقى عمليه الهجره بتاعت الولده دي بقى من الميه العميقه جدا للشاطئ. طب هم يعملوا كده ازاي؟ يعني ده سمك صغير ما متشافش بالعين وهو فريسه لاي حد معدي في البحر هيبقى ده فريسه بالنسبه له. لكن اقول لك ايه بقى، الله اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يبداوا يرجعوا الشاطئ عن طريق نباتات زي السرجس كده، يبداوا ايه يستخبوا تحت منها، او مثلا مخلوقات بحريه كبيره يبداوا يمشوا تحت منها زي كده المنظر ده كده، بيبقوا ماشيين تحت القنديل. وعندنا على فكره المنظر ده بنشوفه في اسكندريه في التسقيط بس على منظر صغير شويه، بيبقى القنديل قد كده مثلا وتحت منه ايه حوالي 20 30 سمكه مستخبين تحت منه.